اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. ايضا كريم سعيد، الله يسلمك. ازيك يا كيمو؟ ازيك يا كابتن سليمان؟ مباركو كله كويس؟ بقاء قدام لله. خلينا نبدا معاك يا احمد، ورايك ان النادي الاهلي يقدر يصعد ان شاء الله من او يصل او ناخد البطوله ال 11 ان شاء الله باذن الله؟ الاهلي يقدر من هناك يعني التاريخ كمان بيقول تاريخيا كده. طبعا تاريخيا وان شاء الله يعني زي ما تعودنا، ده النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيعرفش المستحيل، لا يعرف المستحيل. 5 نهائيات النادي الاهلي، 5 بطولات من ال10 اللي خدناهم في دوري ابطال افريقيا، ان مباراه الاياب كانت او المباراه النهائيه كانت خارج مصر. يعني أوكي. سنه 82 قدام اشانتي كوتوكو، مباراه الذهاب كانت 3-0 في القاهره، مباراه العوده 1-1 بره ملعبنا. 2006 قدام الصفاقسي التونسي اتعادلنا 1-1 في القاهره، ورحنا كسبنا بجون ابو تريكه الشهير 1-0 في مباراه الاياب. بس اعتقد دي كانت اصعبهم يعني. دي اصعبهم، وان شاء الله البطوله دي هتبقى كمان هتنافس بطوله ابو تريكه باذن الله، يعني اللي هي 2006. يعني بطوله 2008 قدام القطن الكاميروني كانت مباراه الذهاب 2-0 و2-2 العوده بجروه، وحصلنا على اللقب. بطوله 2012 قدام الترجي دي برده كانت بطوله صعبه قوي، 1-1 في برج العرب، 1-1 في برج العرب. وتروح هناك النادي الاهلي كمان عمل احلى ماتشاته. احلى ماتشاته كانت حسام بدري. كان حسام، كابتن حسام غالي وكابتن وليد سليمان. ده الجون بتاع كابتن خطيب في ماتش كوتوكو. بص الملعب كان عامل ازاي. فده كمان كان ماتش 2012. و2021 طبعا النهائي الشهير بتاع كايزر تشيفز مع بيتسو موسيماني، لما كان الماتش ماتش واحد بس وكسبنا 3-0. فالنهائيات بصفة عامة، الخمس نهائيات لما تاخد 10 بطولات منهم 5 بره ملعبك، دي حاجة التاريخ بتاع النادي الأهلي يطمنك، الشخصية بتاعت النادي الأهلي تطمنك. حاجة كمان رقميا كمان، الوداد المغربي خسر 4 ماتشات في دوري أبطال أفريقيا في السنوات الأخيرة كلها، ال4 ماتشات منهم ماتشين من النادي الأهلي. الرقم كان مثلا، كان هم من سنة 94 كانوا خسروا من فريق جابوني سنة 94. ده طبعا الجون بتاع 2006، جون أبو تريكا اللي كنا بنتكلم عليه، المتعب لفلافيو لأبو تريكا. هنا برضو في الماتش ده لازم ناخد منه درس، إن تقسيم المباراة من مانويل جوزيه في المباراة دي، لازم نعمل كده في المباراة دي إن شاء الله، إن احنا إزاي نقسم المباراة دي مهم جدا. مانويل جوزيه نزلت في الماتش ده غيرت كل حاجة. كابتن إسلام كان واحد من الناس اللي هي نزلت. وطبعا تقسيم المباراة، يعني كمان إن أنت أكوتي منسى بيخرج وبينزل متعب، فده في نهاية الشوط الأول. فحاجة يعني اللي هو كان تقسيم المباراة ممتاز، تقسيم المباراة كان رائع، من مانويل جوزيه. والمباريات دي محتاجة تقسيم صح. الحاجة اللي بعد كده عايز أقول لحضرتك، إن فريق الوداد المغربي كان من 94 ما خسرش على ملعبه، جه سنة 2016 خسر من النادي الأهلي. بس ده ما كانش في ملعب محمد الخامس، فالنادي الأهلي برضو قدر يعني ايه يحطم الرقم بتاع الوداد. بعد كده قعدوا من 2016 ما يخسروش على محمد الخامس لغاية سنة 2020. ايوه كسبنا رايح جاي، كسبناهم رايح جاي 20 اللي هي مع بيتسو موسيماني، اللي هي كانت 2020 بتاعت القضية ممكن، بتاعت القضية ممكن. فكسبنا الوداد 2020. فكل الارقام دي بتقول ان شاء الله النادي الاهلي يقدر. عايز اقول لحضرتك كمان ان الجمهور ما بيلعبش، يعني الجمهور والتواجد الجمهوري، الجمهور بيشجع، يعني تواجد الوينرز او كده، الجمهور مش بيلعب. اللعيبه والتكتيك بتاع المدرب وتقسيم المباراه هو ده الفيصل النهائي، واحنا كلنا ثقه في اللعيبه والجهاز الفني ان شاء الله ان هم يكونوا على قد المسؤوليه ويفرحونا باذن الله.